حالي رح موت يا الله. ما رح تموتي يا بنت، طولي بالك، تنفسي عايشان تنفسي. لك أنا من وين بدي أخذ نفس هلا؟ دخيلك يا الله. اسمعي، خدي من أنفك وطالعي من تمك. يلا يلا عملي مثلي. يلا كملي هيك. يا الله دخيلك ساعدني، يا الله ما عاد فيني، ما عاد فيني اتحمل. هلا بتصيري منيحه، اصبري. ليش لهلا ما اجى الصوص؟ روحي اتصلي فيه مره ثانيه. قلت لك اتصلت، ليكو رح يوصل. ومريم وينها طولت؟ ايه وهي كمان رح تجي لهون. شبك شبك، طول بالك شوي. ما فيني طول بالي بنوب، هلا بصير معها شي لاني تاخرت. اهدى يا ربي دخيلك. لك اهدى لك شوي. ما فيني اهدى بنوب، ما فيني. انت خلاص طار مخك مو؟ انت منيحة خديجة؟ ايه انا منيحة، بالنسبة الي لسه معي وقت. طيب انتو ليش لهلا ما اتصلتوا بالاسعاف؟ انا كنت عم استناك لتجي، ما فيني روح بدونك على المستشفى. لا تخافي حبيبتي انا جنبك. حبيبتك رح تموت، ما عاد فيها. طيب طيب يلا رايحين، طولي بالك شوي، طولي بالك شوي. يلا قومي قومي عمالك، قومي على مالك. يلا على مالك انت عمالك. انت منيحة مو؟ ايه منيحة. ليش ازواجهن اجوا على البيت؟ شو هنن دايات يعني؟ امي اجباري لازم يكونوا موجودين. شو هالنسوان هي؟ كانه هي رح تولد هون. خليهم يستعجلوا شوي يلا. اختي انت كمان تعالي معي. طيب انت طلعي بالسياره. يا الله بترجاكي اختي تعالي معي، عندك خبره بهالشغلات. عايشن بلا حكي فاضي، هلا اطلعي بالسياره. يلا يلا اطلعي على مهلك. شو هالمره؟ شو ما حدا جاب اولاد غيرها؟ امي يلا 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 اطلع بسرعه. استاذ خيريه ليش اجت مع مريم؟ ليش بتروح على حالها هيك شغله؟ عرفت ليش تأخرت لحتى اجيت. يا 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 ربي دخيلك ساعدني. يا ربي دخيلك. طولي بالك حبيبتي، ما فينا نستعجل اكثر من هيك، انت حاولي بس تهدي حالك شوي. ايه يعني كيف بدك يعني هدي حالي وانا بهي الحاله الصعبه يا صوص؟ الله يخليك، حاجه توتره وحاولوا تستعجلوا شوي. انا شفت ولاده من قبل بس مثل حالتها بحياتي ما شفت. انت مو وقت غلاصتك هلا. مريم مريم شو صار لك؟ ناوية تجيبي لي الجلطة أنتي؟ أمي قلت لك لا تجي معي، أنت اللي كان بدك تجي معي وأنا ما فيني سوق غير هيك. أنا ماني جاية بكيفي، جيت لأنه هلأ بيقصوا الحبل السري للولد وبيكبوه، بدي أخده وأدفنه قدام المدرسة هيك بيقولوا مشان ما يطلع الولد شقي. طيب وين دفنتي الحبل السري وقت جبتي لخضر؟ رحت ودفنته قدام السجن، كان بدي اياه وقتها يصير مدير السجن.
وحبل الياس قدام القصر العدلي. كنت بدي اياه يصير قاضي. وقلب أصلاً قدام المحافظة مشان يصير محافظ. معناتها لا تتدخلي. الحبل السري تبع ابن آيشن لا تمسكي بإيدك بنوب. يا رب. اهدي حبيبتي. ليك يا آيشن، شوفي ضلي شوي شوي ومنوصل. أنا رح ضل معك، لا تخافي أبداً. إيه؟ ليك بكرة بتخلص كل مشاكلنا، كوني قوية. يلا ما ضل كتير، كل الصعب رح يمر. طولي بالك، تحملي شوي. إيه؟ أنا معك، لا تخافي تحملي. بكفيني إنك معي. صهر دعس بنزين، بس استعجلي شوي. يلا دعسها بنزين.